وميدانيا. خصنا نخرجوا للميدان باش حتى الشوافر اللي كاينين في الشارع يعرفوا باننا راه تنهضروا عليهم. شنو هما الخطوات الجريئه النضاليه كيفاش غنناضلوا؟ انت رجعت دوك عاوتاني نخرجوا من هنا ونتفرقوا، كيفاش نكونوا قوه ضاربه؟ هذه الزياده المهوله اثرت بشكل كبير على القدره الشرائيه والمدخول اليومي للسائق وصعوبه تحقيق اكتفائه الذاتي، كما ان ارتفاع اسعار المواد الغذائيه الاساسيه وارتفاع الروسيتا فاقم وضعه السوسيو اقتصادي في الوقت الذي كان ينتظر فيه السائق الحكومه دعمه بصفته المستهلك لماده الغازو. ابو المحاسن مري حسن الكاتب الجهوي للنقابه الديمقراطيه لنقل قطاع سيره الاجراء بجهه سوس مسا. اليوم كما لاحظتوا بان هناك اجتماع مع التنسيقيه الممتلى في عدد من المكاتب النقابيه المحليه والاقليميه وكذلك الجمعيات المهنيه لسائقي سياره الاجره. يعني تطرقنا فيه لعدد من النقاط اللي هي مسدجات ديال الساحه اللي هي معروفه داخل القطاع ديال سياره الاجره واللي كيعاني منها هذا السائق، وهي هذه الزياده ديال الغازوار وكذلك هذا الدعم اللي باقي فيه الشكوك، لان عدد من السائقين مازال ما استفدوا من هذا الدعم رغم بانه عدد من اصحاب السيارات الاجره وكذلك الباترونا حصلوا من المبالغ ديال هذا الدعم. اذا هناك عدد من النقاط اللي ناقشناها في داخل هذا الاجتماع مع جميع الاعضاء المنتمين لهذا التنسيقيات اللي هي 9 ديال المكاتب من جمعيات ونقابات. وكاينه محطه اللي هي غادي نوزعوا فيها واحد البيان الاستنكاري اللي فيه عدد من النقاط اللي غادي نوجهوها للسائقين باش يعرف بانه التمثيليات ديالها كتستنكر كل هذا الحيف وهذا يعني التهميش اللي كيحصل اللي كيعيشها هذا القطاع وخصوصا سائق سياره الاجره. كما اننا سنضع عدد من المراسلات والملتمسات لدى المسؤولين لا على صعيد الجهه ديال ولايه اكادير وكذلك على صعيد المركزيات اللي كنتميو لها. هذا هو اللي كاين، وربما راه شاهدتوا بان هناك نقاش مفتوح وهناك تصورات النضاليه التي سننطلق منها عما قريب، والساحه المهنيه كتعيش هذه الايام واحد الوضع مزري، وبغينا الحكومه وبغينا المسؤولين يحنوا في هذا الشهر الكريم بانه هذا القطاع ديالنا راه كفاليه من التهميش والاستهتار. تحياتي لكم. العربة حكار الكاتب العام الجهوي للمكتب النقابي لسائقي سياره الاجره المنضوي تحت لواء فيدراليه النقابات الديمقراطيه جهه سوس مسا. اليوم اجتمعنا كتنسيقيه يعني محليه بمدينه اكادير من اجل يعني الخروج بتوصيات بخصوص الزياده المسعوره في ثمن الغازوال وكذلك اللامبالاه اللي كيتعرضوا لها يعني السائقين ديال سيارات الاجره اللي هو العنصر البشري اللي كنعتبروه عنصر فعال في التنميه ديال البلاد. وحنا اليوم نندد ونستنكر بشده يعني الاقصاء الممنهج ضد هذه الطبقه العامله ديال السائقين نظرا لانهم تحيلوا عليهم، وكذلك اننا كنحملوا المسؤوليه ديالنا المباشره للحكومه الحاليه من اجل انها دارت الهدر ديال المال العام وواجب باش نطبقوا المبدا ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وراه الدعم راه ما مشاش للناس اللي كيستهلوها، مشات للناس اللي هما مستثمرين، الناس اللي هما دايرين اسطول ودايرين شركه وهميه. وحنا ننبهنا الجهات الوصيه منذ مده على اساس باش توجد لنا واحد القانون منظم للقطاع اللي فيه تكافر فرص وفيه المساواه وفيه التوزيع العادل للثروه، لان القطاع ديال سيارات الاجره فيه ثروه وما كنستافدوش فيها احنا كعنصر البشري، لان الى بغينا يعني الحداثه وبغينا العصرنه وبغينا جوده الخدمات كذلك للمواطنين والمواطنات واجب علينا نستثمروا في العنصر البشري ونهتموا بالوضعيه السوسيو اقتصاديه ديالو. وكتعرفوا ان المواطنين المغاربه عندهم واحد الصوره نمطيه على سوء الخدمه ديال القطاع سيارات الاجره، وكتشوفوا كذلك ان يعني القطاع كاين سيارات اللي خدامين بالتكنولوجيا الحديثه، الناس كلهم السائقين كونوا على يقين انهم غيلتجؤوا لهذه الوسيله ديال النقل اللي هي غاديه في العصرنه وكذلك في اطار ديال المدن الذكيه. والتحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله. تناني احمد رئيس جمعيه السائقين المتحدين قطاع سيارة الأجرة بمدينة أكادير. فاحنا اليوم في صدد واحد الاجتماع
من اجل مجموعه من الامور اللي هي طارئه، منها الزياده ديال الغازوال، منها الدعم اللي خرج وخرج بواحد الطريقه اللي هي غير مفهومه وبطريقه اللي فيها الارتجاليه. فانا اليوم الرساله ديالي والكلمه ديالي غنبغي نوجهها للسائقين، السائقين المهنيين الممارسين بقطاع سيارات الاجره بالاخص، لان قطاع النقل الطرقي استفدوا الباترونا، لان الدعم توجه مباشره للباترونا. فبالنسبه لنا احنا كقطاع سيارات الاجره فكاين اشكاليه، لان هذا القطاع مازال ما كاينش واحد الاراده حقيقيه من طرف المسؤولين باش يتم التغيير ديالو والاستفاده ديالو، لا بالنسبه للدوله وكذلك بالنسبه للسائق يستفد من الحقوق ديالو، وحتى المواطن انه تقدم ليه واحد الجوده في الخدمات. فانا اليوم الرساله ديالي اللي غنبغي نوجهها للشيفور، اما ان نكون او لا نكون في هذه المرحله، لان ما بقاش شي حاجه اخرى ممكن انها تدار لنا اكثر من هذا الشيء اللي مدير لنا. مجموعه من الاكراهات اللي كنعانيوها، الزياده في ماده الغازوال، الزياده في لاروسيت، الزياده في المواد اللي هي اساسيه، عدم الاعتراف بنا كسائقين مهنيين اللي عندنا مجموعه من الوثائق اللي الدوله اللي اهلتنا باش نكونوا مهنيين، ولكن الى متى غنبقاو كنعيشوا هذه الحاله هذه ودائما نفس القصص ونفس الامور اللي كتمارس على الشيفور. فالرساله ديالي للشيفور يا اما ان تكون او لا تكون في هذه المرحله. فاحنا مقبلين على مجموعه من الامور ومجموعه من المحطات النضاليه اللي غادي نشتغلوا عليها، فهذا الشيء راه كيهمك السائق، فانت المعني بالامر لأن أنت المقصي. فتحية لجميع الإخوان ورمضان مبارك لجميع المغاربة ولصاحب الجلالة نصره الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.